استثمار في ورقة معينة جلد في في كل المراحل اللي قاعدة تصل صحفية تكتبها ومدقق المعلومات اللي حيتأكد من صحة كل معلومة مكتوبة في التقرير الصحفي. في نصائح توجهها أريش لمدققي قبل النشر إن هي مدقق معلومات لازم يقرأ التقرير كله بشكل كامل، يعني سواء من قبل النشر ولا من بعد النشر دائما أحبب إن عملية تدقيق المعلومات تقرأ عن الموضوع هذا بشكل أكاديمي أو تعرف عليه أكثر، كيف المؤسسات الصحفية بتبني منهجية ما قبل النشر تشتغل، تقدر تخش وتحملوه على الموقع كل المصادر احنا بتاعكم منها بعدين في المجموعة، مبني على منهجية علمية، يعني هو نوع من أنواع المزايا. فما تقدرش ندققوا من المعلومات نتاعب يعني بشكل صحيح. فما يتعلق بالأمور النفسية هذه حاجة نوع من أنواع المعلومات اللي ما تقدرش ندققوا منها. النوايا أيضا تهيئ من قدرش ندققوا منها والتحليلات. طه الفقية خريج المعهد العالي لتقنية الفنون، هو أنا واحد من متابعين صفحة أنير منظمة أنير، فنشوف فيهم كيف يصحوا في الأخبار الزائفة وكذا، فحبيت نشارك باش نكتسب منهم معرفة نكون زيهم يعني في السوشيال ميديا ونقدر نأثر ومقدرش نقعد ندير شير الأخبار الزائفة حاجة زي هذا. تساعد بشكل كبير لأن مش أول ورشة ممكن نحضرها لأنير أنا من قبل هيكي، تعلمت منهم أني حاجة قعدت نستخدم فيها في يومي هلبا، يعني زي نقولوا البحث العكسي، يعني كيف ناخذ الخبر ونبحث عليه وكذا باش ننقل الخبر الصحيح للناس. فالورشة هذه تساعد بشكل كبير هلبا. كفترة أخيرة نشوف في هلبا معلومات زائفة بشكل كبير، يعني الناس ممكن أغلبيتها ما تتحققش من المعلومة قبل ما تنشرها، مجرد أن هي تاخذ فيها العاطفة وأوكي ولقيتها هي خلنا ننشرها وراء للناس الثانية. فالورشة هذه لها دور كبير هلبا باش تحد من حاجتها هي. مثلا هو رايح اليوم إنه جو لوك، أنا مرات عادي عندي تمام، مرات تدش حرارة 40، هذا رأي شخصي. أمور قابلة للتدقيق وشن هي الأمور اللي إحنا ما نقدرش ندقق منها؟ مثلا البيانات هي حاجات إحنا نقدر ندقق منها، المزاعم، السياق اللي توجد فيه المعلومات، يعني البيانات المحطة في سياق مفهوم نقدر ندقق منها. العمل بتاع تدقيق المعلومات اللي هي تعنى بكيف إحنا نجد في الأخبار، كيف إحنا نتفاشى الأدوات إحنا نستعملها. تمام، هذا نقاش جميل. ادعاءات، يعني احنا بنقول معلومات واخبار منتشره على مواقع التواصل الاجتماعي، هل كلها يمكن ان نتحقق منها ولا في بعض الحاجات ما نقدرش نتحقق منها؟ الناس اللي دققنا منهم قلنا هذا الخبر بتاعهم غلط، وحق المتابعين بتاعنا اللي يتابعوا فينا وحاطين فينا امانه ان الاخبار اللي الناس وفاها هي صح. في حاجه اسمها سياسه تصحيح، فيها بنود او بروتوكولات معينه ان لو احنا درنا غلط كيف نتعامل معها. شهاد أبو شهوة، رئيس التحرير في مبادرة أنير. في مشروع للشبكة العربية لتدقيق المعلومات، وهي مبادرة من شبكة أريج. الشبكة العربية لتدقيق المعلومات تعنى بتدريب وتطوير ومساهمة في نشر ثقافة تدقيق المعلومات أكثر في العالم العربي. عندهم مشروع اسمه مختبر تحقق. مختبر تحقق يعنى بتدريب طلبة الإعلام والصحافة، الإعلاميين والصحفيين المهتمين بهذا المجال، طلبة الجامعات في 11 دولة في العالم العربي، واحدة من الدول المستهدفة هذه ليبيا، على أساسيات تدقيق المعلومات. يعني بمعنى كيف من الممكن أنت بأدوات بسيطة تدقق من أي معلومة تقابلك في الإنترنت، شن هي أنواع المعلومات، شن هو اضطراب المعلومات، وشن هي مسؤوليتنا الاجتماعية إحنا بشن نكافحه. ولا هي من التدريبات اللي احنا قدمناها مبدئيا، يختلف النمط لو انا نقدر نستخدم هذه العباره. فمثلا اصحاب الكليات او طلبه الكليات التقنيه تكون عندهم الخلفيه على الادوات هذه اللي نستعملوا فيها، بس ما عندهمش خلفيه صحفيه او كيف انك انت تفكر بشكل ناقد في معلومه معينه. يعني على غرار المعلومه هذه طلبه الاعلام والصحافه واللي مخرطين في هذا المجال في الغالب تكون عندهم خلفية كبيرة على اضطراب المعلومات وعلى المعلومات الزائفة والمضللة وكيف احنا نتعامل معهم، لكن ما تكونش عندهم الخلفية الواسعة تقنية اللي لها علاقة بالأدوات. والمهتمين بهذا المجال يعني فيه ناس كانت حقيقة عندهم خلفية كويسة على الموضوع، لأن انخرطوا في برامج ممكن قريبة على البرنامج هذا من قبل، بس الغالبية العظمى للأسف ما كانش عندهم الوعي الكافي ان احنا نقدروا نكافحوا الشيء هذا في ليبيا.